أهلا وسهلا بكم يا أصدقائي في حلقة جديدة ومميزة من برنامجنا. اليوم رح ننطلق مع بعض في رحلة حلوة ومشوقة، رح نغوص فيها في أعماق البحار ونرتفع إلى فوق في الفضاء الواسع. رح نكتشف أسرار وحقائق مذهلة عن عالمين غامضين وهم المحيطات والفضاء. تخيلوا معي كمية الأشياء الرائعة اللي رح نعرفها عن الكون من حولنا. مستعدين؟ يلا نبدأ رحلتنا. هل خطر في بالكم قبل هيك قديش ممكن يكون عميق المحيط؟ تخيلوا معي إن أعمق نقطة في المحيطات هي خندق ماريانا، وعمقها تقريباً 11,000 متر. يعني لو جبنا جبل إفرست، أعلى جبل في العالم، وحطيناه في خندق ماريانا، رح يختفي كله تحت الماء ولسه في مسافة كبيرة فوق. طيب يا ترى كيف بقدر الكائنات الحية تعيش في هالمكان اللي ما فيه ضوء شمس أبدا؟ رح نعرف كل شيء في حلقتنا لليوم، تابعوا معنا. لما نشوف كوكب الأرض من الفضاء بنشوف لونه أزرق، صح؟ بس هل تعرفوا ليش؟ لأن معظم سطح الأرض مغطى بالماء. المحيطات تشكل أكبر جزء من كوكبنا، حوالي 71% من سطح الأرض كله. يعني معظم مياه كوكبنا هي مياه مالحة في المحيطات، والمياه العذبة اللي بنشربها قليلة جدا. فكيف ممكن نحافظ على هالكنز الثمين؟ الفصل الثالث، الكائنات الحية الغامضة، أسرار الأعماق. مع إن وصلنا لأشياء كثيرة في مجال العلم والتكنولوجيا، إلا إن لسه ما اكتشفنا إلا جزء صغير من أسرار المحيطات. لسه في أماكن كثيرة في أعماق البحار ما وصلنا لها، وفيها كائنات حية ما شفتها عين من قبل. تخيلوا معي شو ممكن يكون موجود في هالظلام. الفصل الرابع، الجبال تحت الماء، سلاسل جبلية تخطف الأنفاس. هل كنتم تعرفون أن قاع المحيط فيه جبال ضخمة جدا، بعضها أطول من الجبال اللي نعرفها على اليابسة؟ ومن أشهر هالجبال سلسلة جبال الأطلسي الوسطى، وطولها أكثر من 40,000 كيلومتر. تخيلوا معي هالجبال الهائلة وهي مغطاة بالشعاب المرجانية والكائنات البحرية الجميلة. الفصل الخامس، الضوء في الأعماق، حياة تتحدى الظلام. في أعماق المحيطات اللي ما يوصلها ضوء الشمس، الحياة مختلفة تماماً. الكائنات الحية هناك تعتمد على طرق ثانية للحصول على الضوء والطاقة، مثل التفاعلات الكيميائية أو الضوء اللي تصدره بعض الكائنات بنفسها. سبحان الله، الحياة موجودة في أصعب الظروف. الختام، عالم من الأسرار. كانت هذه جولة سريعة في عالمين مليانين أسرار، عالم المحيطات الواسع وعالم الفضاء الفسيح. واليوم تعرفنا على بعض أسرارهم، بس لسه في الكثير من الاكتشافات والعجائب مستنيانة. استمروا في التساؤل والبحث واكتشاف عظمة هذا الكون الرائع.